نعم، هنا في القدس الآن مرحلة الخطابات، هنالك أكثر من عضو كنيسة معظمهم من الصهيونية الدينية وأيضا من حزب الليكود، بعض الوزراء أيضا، ربما يعني أكبرهم هو وزير المالية سموتريتش الذي لم يصل حتى الآن إلى هذه المنصة، ولكن يفترض أن يكون لديه خطاب رئيسي هنا تحت عنوان أو تحت شعار مظاهرة الحرية. دعت منظمات يمينية إسرائيلية أنصار اليمين إلى الوصول إلى هنا أمام مبنى المحكمة العليا الإسرائيلية من أجل التظاهر. هدف المظاهرة الرئيسي هو الاعتراض على الجلسة التي تعقدها المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الثلاثاء القادم لنقاش أحد القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي ضمن خطة التعديلات القضائية. الشعارات الأساسية التي رفعت هنا كلها كانت موجهة لمهاجمة القضاء الإسرائيلي وخاصة المحكمة العليا. رأينا بأن جزء من المتظاهرين كانوا يرتدون زي يشبه قشرة الموز بالإشارة إلى دكتاتورية الموز، بأن عمليا المحكمة العليا هي دكتاتورية والشرطة الإسرائيلية على أي حال حرصاً على أن يكون هنالك أي تخريب أو شغب. سموتريتش الآن يصعد إلى المنصة الآن. طيب إيمان، نعرف من يعترضون على هذه التعديلات ويتظاهرون منذ أسابيع كثيرة، لهم ما يبررون به هذه المظاهرات، ولكن ما تبرير هذه المظاهرات؟ على أي أساس هناك اقتناع بهذه التعديلات؟ نعم، عذرا فقط كنت أحاول أن أسمع ما يقولون على هذه المنصة، ولكن نعم بالنسبة لسؤالك، هنا يقول المتظاهرون بأن الشعب انتخب هذه الحكومة ولا يوجد أكثر مصطلح أو شعار سمعناه بأنه لا صلاحية للمحكمة العليا، لا توجد للمحكمة العليا أي صلاحية لإلغاء قوانين كان قد أقرها الكنيست. أيضا قيل هنا بأن المحكمة تكبل يدي الحكومة وتمنعها من ممارسة مهامها أو مما يسمى الحوكمة، يعني كأن المحكمة العليا تمنع الحكومة من تنفيذ السياسات التي انتخبت من أجلها. أيضا يقولون بأن هنالك دكتاتورية المحكمة العليا بتركيبتها الكاملة، 15 قاض غير منتخبين، طبعا على حد قولهم قضاء غير منتخبين من قبل الشعب، هم يسيرون أمور الدولة. طبعا هنالك مبالغة كبيرة في توصيف قوة المحكمة العليا التي بشكل عام لا تتدخل في قرارات الحكومة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالمواضيع السياسية وفي كل ما يتعلق في الاحتلال. هنالك مبالغة كبيرة في وصف قوة المحكمة العليا بين صفوف اليمين الإسرائيلي. فقط يعني أردت أن أقول بأن كان هنالك توقع بأن نرى مظاهرة كبيرة جدا قد تصل مثلا إلى أكثر من 100,000 مشارك، ولكن أعداد المشاركين هنا لا يتجاوز 5,000، على أقصى تقدير 5,000 مشارك. كان هنالك حافلات أقلت هؤلاء المشاركين، جزء أيضا كبير منهم من الضفة الغربية، من مستوطنات الخليل ومستوطنات أخرى في الضفة الغربية. هذه هي الصورة حتى الآن. يبدو بالفعل أن العدد أقل من المظاهرات المعارضة، ولكن من يمول هذه المظاهرات؟ تبدو أكثر تنظيما من مظاهرات يوم السبت المعارضة. هي ليست أكثر تنظيما، هي يعني هي مجندة، بمعنى أن هنالك حافلات تقل المتظاهرين. لم نرى الكثير ممن وصلوا مثلا في حافلات عامة أو في مركبات عادية، بمعنى وصول تلقائي من تلقاء نفسهم إلى هذه المنطقة. هنالك بالفعل تنظيم، أكثر من مؤسسة يمينية، جمعيات على أشكالها، جمعيات يمينية كانت قد دعت لهذه المظاهرة وأيضا سيرت حافلات، خاصة
مما يسمى قلاع اليمين، أي في الضفة الغربية، أيضا من القدس، أيضا من الأغوار كان هنالك حافلات كما فهمنا وصلت من تلك المناطق. يعني فقط الآن سيخطب بتسلل سموتريتش وزير المالية. فقط يعني أردت أن أضيف بأن عمليا كل هذه التعديلات القضائية هي تهدف إلى إضعاف القضاء، ولكن نرى أيضا بأن القضاء هو ساحة المعركة التي يجري فيها هذا النقاش بشأن التعديلات القضائية، إن كانت دستورية أم غير دستورية. ويعني هنالك توتر عشية هذه الجلسة، بدأ العد التنازلي هنا في هذه المظاهرة، اتهموا المحكمة العليا، قالوا إذا كان هنالك فوضى بعد قرار المحكمة العليا، المحكمة هي من تتحمل مسؤولية هذه الفوضى، وبالتالي يعني هنالك تصعيد وتصاعد في التوتر في هذا الشأن. كما قلت الشرطة طوقت مبنى المحكمة العليا بأسلاك شائكة من أجل منع مثلا الهجوم أو الدخول إلى مبنى المحكمة، لأن هذه الساحة التي ترونها الآن ستشهد العديد من المظاهرات من الآن وحتى يوم الثلاثاء. نعرف مثلا حتى الآن عن مظاهرة واحدة يوم الاثنين لمناهضي لحركات الاحتجاجية المناهضة لخطة التعديلات القضائية لحكومة نتنياهو. إيمان جبور مراسلة الغد من القدس المحتلة، شكرا لك.